هناك سؤال كذلك الأمر عبر الواتساب، يقول سأل فيه: أنا مقيم في ألمانيا لغايات الدراسة وأعمل إلى جانب دراستي، ومعلوم أن هذه الدول تدعم من ضرائب أو تدعم من ضرائب العاملين، تدعم دولا وحكومات ظالمة بطرق مباشرة وغير مباشرة، ومنها دولة الاحتلال. وسؤالي: أن الشركة التي أعمل فيها اكتشفت مؤخرا أنها تصنع وتصدر لشركات عسكرية في دولة الاحتلال، فهل يجوز لي البقاء في العمل حتى انتهاء العقد بالأخذ بفتوى مجلس الإفتاء الأوروبي بجواز العمل إذا كان أصله مباحا واستخدم في غير ذلك، أم أن هذه المسألة تختلف ولا يحل لي البقاء؟ بالنسبة للتعاون مع الاحتلال بالخصوص الذي يحتل مقدسات المسلمين في فلسطين، ليس مثل التعامل مع غيره من الدول التي لها وجود. فأنت إذا كنت تتعامل مع مثلا مع دولة لها وجود ويعترف المسلمون بوجودها ولها أرض يعترف لها بها الناس، كبريطانيا أو أمريكا أو روسيا أو أوكرانيا أو أي دولة من الدول التي لها أرض تملكها، فحينئذ هذا التعامل ينظر فيه باعتبار نوع التعامل، هل هو شرعي أو غير شرعي. أما التعامل مع الصهاينة المحتلين لأرض المسلمين فإنه كله غير شرعي ولا يحتاج إلى نظر أصلا، لأنهم ليس لهم أرض ولا دولة يعترف بها ولا يعترف لهم بهذه الأرض إلا موال لهم، ولذلك احتلالهم لمقدسات المسلمين هو اعتداء سافر على المسلمين كلهم وعلى مقدساتهم، ويجب على المسلمين بذل الجهد في تحرير هذه الأرض من قبضتهم، وهذه هذا الجهاد فرض على المسلمين جميعا، نعم. من كان فرض عين عليه فهو فرض عين عليه، ومن كان فرض كفاية فهو فرض كفاية عليه. ولذلك إذا كانت هذه الشركة تدعم الاحتلال دعما عسكريا في التصنيع أو بيع الأسلحة أو نحو ذلك، فلا يحل لك مشاركتها في ذلك ولا العمل فيها بحال من الأحوال، إلا إذا كنت ستحول بينها وبين ذلك، إذا تستطيع الحيلولة بينها وبين ذلك. جميل.